حررت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مواقع هامة في جبهتي الكسارة والمشجح بمحافظة مأرب عقب هجوما عنيفا شنته على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا. وأوضح مصدر عسكري أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شن هجوما على مواقع الميليشيات الحوثية في الكسارة والمشجح، تمكنوا من خلاله تحرير مواقع مهمة وكبدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، مشيرا إلى أن العملية العسكرية في تلك الجبهتين تسير بحسب ما هو مخطط لها من قبل قيادة الجيش. وفي السياق، تمكن طيران التحالف العربي من تدمير تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الكسارة غرب المحافظة. أحرزت قوات الجيش الوطني بتعز تقدما جديدا على حساب ميليشيا الحوثي في جبهة الأحكوم التابعة لمديرية حيفان جنوبي شرق المحافظة. وأكد مصدر عسكري أن الجيش واصل عملياته العسكرية في جبهة الأحكوم، حيث شن هجوما من عدة محاور على مواقع لميليشيا الحوثي التي انهارت صفوفها ولاذ عناصرها بالفرار باتجاه منطقة الخزجة. وأضاف بأن الجيش أحرز تقدما نوعيا سيطر خلاله على عدة مواقع، منها مخاديرة ودجحفة وجويلة والكعاوش ومعهد أبو أيوب، وهي مواقع تضاف إلى مواقع سيطر عليها الأسبوع الماضي، مؤكدا أن المعركة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات الحوثية وتكبدت خسائر أخرى في المعدات. خاضت القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية مواجهات متقطعة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من جبهات الضالع. وبحسب مصدر عسكري ميداني، تبادلت القوات المشتركة والمقاومة قصفا مدفعيا وآخر بالأسلحة الرشاشة الثقيلة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا في جبهات القطاعات الشمالية والغربية بالمحافظة. إلى ذلك، تواصل الميليشيات الحوثية استهداف منازل المواطنين عشوائيا بمختلف الأسلحة المتوسطة في بلدتين مشاريح وقرود الآهلة بالسكان شمال غرب منطقة حجر وفقا لذات المصدر. وتلجأ الميليشيات إلى استهداف المدنيين في مختلف مناطق المواجهات وضواحيها بهدف ترويعهم وإذلالهم وتعويضا لمعنويات عناصرها المنهارة. أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة التسلل نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع عسكرية في وادي فطحة بمديرية الملاجم محافظة البيضاء. وقال قائد اللواء 19 مشاة العميد الركن علي الكليبي أن أبطال الجيش والمقاومة كبدوا ميليشيا الحوثي خسائر بشرية خلال محاولة تسللها الفاشلة، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتلقى الضربات الموجعة في جبهات نعمان والملاجم بمحافظة البيضاء وفي مختلف جبهات القتال. استشهد مدني وأصيب 5 آخرين بجروح مختلفة إثر سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا استهدفت من خلالها كلية الآداب وحديقة الألعاب وسط مدينة تعز. وذكر شهود عيان أن القذيفة التي أطلقتها الميليشيات الحوثية سقطت أمام كلية الآداب وحديقة الألعاب وسط المدينة، وأسفرت عن استشهاد مدني وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام 1679 لغما خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس للعام الجاري، زرعتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في عدد من المحافظات. وأوضح المركز في بيان له أن الألغام التي انتزعتها تنوعت بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى مضادة للدبابات وذخائر غير متفجرة وعبوات ناسفة.